هو المسلسل انا ما عنديش مشكله ان احنا نناقش موضوعات جريئه ونناقش، يعني بدليل ان احنا كلنا بنتابع ده في المنصات الاجنبيه ومبقاش عندنا اي استهجان ليه. لكن فكره ان احنا عايزين نعمل قضيه شائكه من غير ما نكون احنا جادين في طرح القضايا الشائكه دي، او احنا مش قد الحكايه، احنا بس واخدين كليشيه او واخدين حاجه تخطف العين، حاجه سبايسي، حاجه كاتشي، وبعدين اللي جوه مش مهم. يعني انا زي ما يكون انا جبت خلاص الفيونكه ومش مهم البوكس فيه ايه. هي دي مشكله ازمه منتصف العمر، ان انت مش جاد وانت بتناقش قضيه جاده.